بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا صغيرات الجميلات في درس من دروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس جمع المئات. طبعا كلنا عرفنا وش يعني كلمة مئة. المئة اللي هي عشر عشرات، المئة اللي هي عشرة عشرات. وكيف نمثلها بالنماذج؟ كنا نستعمل المكعب الكبير لتمثيل المئة الواحدة. طيب أنا اليوم بإذن الله فكرة الدرس سوف أجمع المئات، أستعمل حقائق الجمع لأجمع المئات. طيب يا أولى، أنا من حقائق الجمع اللي تعرفت عليها سابقاً أعرف أن ثلاثة زائد أربعة تساوي سبعة، صح ولا لا يا أولى؟ ثلاثة زائد أربعة تساوي سبعة. طب أنا لو أبغى أجمع المئات، لو بدل ما هي ثلاثة ثلاثمائة زي هذا النموذج الأول. النموذج الأول عبارة عن ثلاثمائة، واحد اثنان ثلاث، ثلاثمائات، إذن ثلاثمائة زائد أربعمائة زي النماذج في المجموعة الثانية، 100 200 300 400. إذا لو أنا أريد أن أجمع 300 زائد 400، يلا نجمعها سوا يا أولى. أقول 100 200 300 400 500 600 700، إذا الناتج يساوي 700. إذا كما أعرف أن 3 زائد 4 تساوي 7، فإن 300 عفوا هذه هنا خطأ، 300 زائد 400 يساوي 700. واضح يا ثاني؟ واضح جمع المئات؟ إذن 300 زائد 400 تساوي 700. إذن 300 زائد 400 تساوي 700. واضح يا أولى؟ درس جمع المئات. أخذ أمثلة أتأكد يا ثاني عفوا. إذن أنا أستطيع أن أجمع المئات بطريقتين، إما الطريقة الأفقية أو الطريقة الرأسية. بأخذ مثال على الطريقة الأفقية وبأخذ مثال على الطريقة الرأسية. طيب السؤال الأول يقول 600 زائد 100، إذن أنا أجمع 600 زائد 100 كم تساوي؟ طيب أنا أعرف أن الستة زائد الواحد تساوي السبعة، إذا 600 زائد 100 تساوي، أحسنتم رائعين، 700. إذا أستطيع حلها باستعمال حقائق الجمع. 300 زائد 300، أنا أعرف أن ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة، إذن 300 زائد 300 تساوي 600. أنا أعرف أن 2 زائد 3 تساوي 5، إذن 200 زائد 300 تساوي 500. أنا أعرف أن 7 زائد 2 يساوي 9، إذن 700 زائد 200 يساوي 900. واضح؟ طب الطريقة الثانية أني أجمعها رأسياً، بحيث أني أضع الآحاد فوق الآحاد، العشرات فوق العشرات، المئات فوق المئات، وأبدأ بالجمع رأسياً. كيف أنا أجمع رأسياً؟ أبدأ باليمين. يلا اليمين، صفر زائد صفر صفر، أكتب الناتج تحت. اللي بعدها اللي منزلة العشرات، أجمع العشرات، صفر زائد صفر أيضا صفر، أكتبها تحتها. اللي بعدها منزلة المئات، اثنان زائد واحد يساوي ثلاثة، إذن 200 زائد 100 تساوي 300. أخذ مثال آخر بالطريقة الرأسية، أتأكد أن الآحاد فوق الآحاد، العشرات فوق العشرات، والمئات فوق المئات، ثم أبدأ بالجمع من اليمين، أجمع منزلة الآحاد، صفر زائد صفر يساوي
صفر. أجمع منزلة العشرات، صفر زائد صفر يساوي صفر. أجمع منزلة المئات، أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة. إذن 400 زائد 300 تساوي 700. واضح يا ثاني؟ واضح يا ثاني الدرس؟ السؤال يقول: ما حقيقة الجمع التي استعملتها لأجد ناتج الجمع 600 زائد 100؟ السؤال الأول 600 زائد 100، وش الحقيقة اللي أنا استعملتها فيه؟ الحقيقة اللي كنت أعرفها أول أن 6 زائد الواحد تساوي السبعة، إذا 600 زائد 700 زائد 100 يساوي 700. واضح الدرس يا ثاني؟ أتمنى الدرس يكون سهل عليكم، أراكم على خير، في أمان الله.